السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد. إحنا كنا كلمناكم طبعا عن زراعة البرسيم، وقلنا إن إحنا في الموسم ده، في موسم الشتاء، في موسم الصيف إن شاء الله اللي جايين، كله في كل الموسم إن شاء الله. بعد كده هنوريكم النباتات خطوة بخطوة. ده البرسيم ده لسه منبت، ده برسيم لسه منبت، دوبك لسه واخد راية المحياة، ده لسه ماسك أهو، لسه مروي أهون، ولسه حاطة طينة أهي، لسه المية أهي، لسه أهون طينة، ده لسه مروي رايه المحايد، ده لسه يا دوبك منبت، يا دوبك بس البدر اتبدرت التقاوي ويتروى رايه المحايد اهو، ده لسه منبت. في بقى برسيم تاني، ده مروي رايه المحايد من كام يوم، ده كبر وخلاص، ده خلاص بقى، ده خلاص اهون، ده خلاص كبر وخلاص، هيبدا يشد نفسه اهو. ده يا جماعه اهو، ده كبر اهون، ده بقاله، ده خد راية، ده خد راية المحياة، ودي بقى بعد راية المحياة هيبدأ ياخد بقى. لسه بقى بعد ما ياخد راية المحياة دي هيقعد حوالي أسبوعين كمان عبال ما يشرب، أو 3 أسابيع، من أسبوعين لثلاث أسابيع بس، من الأرضية، الأرضية فيها نسبة ملوحة، هيقعد حوالي 2 أسبوع بس، لأنه هيحتاج مية في القريب العاجل يعني عشان البرسيم ما يحرقش. تمام يا جماعة؟ تمام. أدي البرسيم هون، ده بعد راية المحياة هون، ده مروي راية المحياة بقاله أسبوع، ده لسه منبت ولسه يا دوبك مروي راية المحياة بعد ما نبت، يا دوبك اتروى راية المحياة. وده شكل النباتات هين. وفي النهاية أشكركم والسلام. ولسه بقى هنقول نصيحة فنية، بس مش دلوقتي، ومفيش نصيحة فنية تتقال دلوقتي، لسه هنقول بعض النصائح الفنية بس مش دلوقتي. ولسه البرسيم ده يحتاج يتحط له ان نقول الاسمده بتاعته برضه، لسه هنقول بقى بعض النصائح الفنيه بس مش في الوقت ده. ان شاء الله لما نيجي نروي الرايه الجايه، قبل الرايه الجايه هتلاقيني بقول كل النصائح الفنيه لكل النباتات اللي اتزرعت. في النهايه اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.